ننتقل إلى تطبيقات المقال The Argument for and Against Jews. أتى الآن دوركم، مشاركاتكم في التطبيقات. سأعرض لكم السؤال والخيارات. السؤال الأول: Jews have always been popular, especially with. أعيد: Jews have always been popular, especially with children, old people, ولا children. تمام. هلا مشان ننظم العمل عم يجيني أكثر من إجابة وما عم بسمع الإجابات ولا حسن ميج مين اللي عم يشارك، فإذا سمحتوا رح أبدأ أنا أخذ بعض الطلاب والكل يجي دور في المشاركة، فراح أبدأ من عند آية. يا آية، Jews have always been popular, especially with. إنه ماذا فهمتي من السؤال؟ طيب ماذا فهمتي من السؤال؟ خبرينا آية. هي كانت دائما شائعة خاصة عند الأطفال، حديقة حيوان. تماما. إذا Jews، حدائق الحيوان هي شائعة أو معروفة خاصة عند مين؟ عند أي فئة من الناس؟ إذا حكينا في البداية إنها شائعة with children، مع فئة الأطفال. السؤال الثاني لبسمة. The essay، ركزي معي يا بسمة. The essay discusses the arguments. تمام؟ The essay. المقال. مقارنة. طيب بنقل السؤال بعدين برجع لعندك بسمة. لا عبد الكريم، يا عبد الكريم ركز معي في السؤال. ما ظاهر عندي السؤال، ما ظاهر عندي تاز عندي الكل مظاهرة. انا عندي ظاهرة، انا عندي مظاهرة. تمام. طب هو بتأخر شوية، علق النت، ما في مشكلة. الان ظاهر يا عبد الكريم. تمام. ايه استاذ ظاهر. يقول السؤال يا عبد الكريم: The essay discusses the arguments for Jews ولا against Jews ولا both A and B؟ يا عبد الكريم السؤال استيعابي هذا، عم يقول لك الاسي المقال discusses the arguments، هل هو for Jews ولا استاذ الإجابة الأولى والثانية C؟ معناها ممتاز يا عبد الكريم، أحسنت. إذن هون السؤال، المقال يناقش الجدل، هل هو المؤيد لحدائق الحيوان أم المعارض لحدائق الحيوان ولا both A and B ولا كلا الإجابتين؟ بالتأكيد الإجابة هي C، لأن كان الموضوع الأول كان arguments for Jews والموضوع الثاني كان arguments against Jews. السؤال ثلاثة، سؤال ثلاثة، ثري نور فراغ. Believe that Jews help to protect animals which are endangered. أعيد. إذا فراغ. Believe that Jews help to protect animals which are endangered. هل هم doctors ولا teachers ولا people who take care of the environment؟ Sisters. People who take care of children. إنه مين اللي إنه مين اللي بيعتقد إنه هو حدائق الحيوانات عم بتساعد بحماية الحيوانات اللي مهددة بالخطر؟ هن علماء البيئة. إذن ممتاز. وهم الإجابة هي people who take care of the environment. طبعاً في النص هي موجودة في الفراغ كلمة environmentalist. لاحظوا موجودة في السطر رقم 8. في الشقر رقم 8 في النص environmentalist، ومرادف أو شرح كلمة environmentalist علماء البيئة هم people who take care of the environment، أي الناس المهتمون بالبيئة، هم الذين يعتقدون that Jews help to protect animals which are endangered، أن حدائق الحيوان تساعد على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض. Question number 4. Number 4 لتهاني. إذا ظهر عندك سؤال يا تهاني. The giant panda
have been bred and used in Syria ولا in China Japan. In China. Kenti. Kenti. إذن the giant panda, giant panda, الباندا العملاق have been bred and used. تم تربيته في حدائق الحيوان in China. Question number 4 or 5. Number 5, Kauthar. Kauthar. جاهزة Kauthar ظهر السؤال. People who argue against Jews. إذن people who argue against Jews consider that. فهمت السؤال Kauthar؟ People who argue against Jews consider that it is unnatural for white animals to be kept in captivity, or B, it is natural for wild animals to be kept in captivity, or C, both A and B. Hey, استاذ A, لحظة. يلا يا كوثر. إذن people, لحظة معي كوثر. People who argue against Jews consider that يعني الناس اللي بتناقش او التي لديها ضد انشاء حدائق حيوان ما هي حجتهم؟ هل هي it is unnatural for wild animals to be kept in captivity ولا it is natural for wild animals to be kept in captivity ولا both A and B؟ Is that it natural for wild animals to be kept it in captivity? قصدك الإجابة A ولا B؟ لأنه الفرق هو حرف. إذن الإجابة لا الإجابة B. B A استاذ unnatural. A تماما unnatural تماما أحسنتي. إذن يقول هنا السؤال الناس الذين لديهم حجة ضد إنشاء حدائق الحيوان ما هي حجتهم؟ إذن بالتأكيد it is unnatural إذن هو غير طبيعي من غير الطبيعي for wild animals to be kept in captivity الإبقاء على حدائق على الحيوانات في الأسر والإجابة موجودة لديكم في الشقر رقم 16 في النص إذن شقر 16 لاحظوا كلمة unnatural بينما الإجابة B it is natural يعني طبيعي وبالتأكيد إجابة خاطئة. Question number 6 when animals are kept in a small cage they then when animals are kept in a small cage they يعني عندما يتم الإبقاء على الحيوانات in a small cage في أقفاص صغيرة ماذا؟ they can move about freely ولا they can't move about freely ولا both A and B الإجابة B يعني الإجابة تماما يعني عندما يتم الإبقاء عليها في أقفاص صغيرة they can't move about freely إذن لا تستطيع الانتقال بحرية إذن لا يمكنها أو لا تستطيع they can't move about freely لا يمكنها أن تنتقل حرية لذلك طبعا لاحظوا الإجابة A they can move about freely أنها تستطيع الانتقال بحرية كيف تستطيع الانتقال وهي موضوعة are kept in a small cage في أقفاص صغيرة وبالتالي إذن إجابة خاطئة the last question, السؤال الأخير. They have always been popular. They have always been popular. لاحظوا معي هذه الجملة في السطر رقم 2. في السطر رقم 2. They have always been popular. The word they refers to. هل هي to children or people or Jews? Zeus, استاذ. تماماً. إذن it refers to Zeus. لاحظوا معنى الجملة تماماً. إذن يقول دائماً ما كانت معروفة أو مشهورة. من هي؟
إذا بالتأكيد جوج هي حدائق الحيوان عندما قال especially with children خاصة لدى فئة الأطفال.